قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسألونك عن الأنفال، أو طاعة الله وترك الخلاف. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى آخر الآيات. يسألونك عن الأنفال، أي عن قسمة الأنفال، والأنفال هي الغنائم التي يغنمها المسلمون في القتال. والغنيمة هي منحة من الله تبارك وتعالى أحلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل ذلك لا تحل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم. كانوا يجمعون الغنائم فتأتي نار من السماء فتحرقها تأكلها. اختلف المسلمون في قسمة الأنفال، فهذا يقول أنا قاتلت، وهذا يقول أنا لي سلبه، وهذا وهذا، كما يحصل الآن. ونحن جبهة علماء حلب قد أصدرنا بيانا وفتوى بينا فيه موضوع الغنيمة. الغنائم التي هي في الأصل الشعب لا تغنم هذه، وإن كان الكفار المتسلطون وضعوا يدهم عليها فتعود إلى أصلها. ولذلك أذكر الناس في هذه الحلقة بهذه النواحي. الله تبارك وتعالى يقول: قل الأنفال لله والرسول، أي حكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يتولى قسمتها بأمر الله. فاتقوا الله، الله يأمر المسلمين بتقواه. اتقوا الله أي اتقوا عذابه بطاعته واجتناب مخالفة أمره، فلا يكون للشيطان منفذ عليكم حتى يوقع الخلاف بينكم. لذلك قال بعد ذلك في الآية: وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومما يؤسف له أن بعض الناس في قتالهم اليوم يذهبون إلى أشخاص قد يكونوا مخلصين، هؤلاء الأشخاص قد يكونون من المخلصين ويريدون أن يقيموا أمر الله وحكمه، ولكن مع الأسف يجهلون حكم الله، فيفتونهم بأخذ المال، فيأخذون المال من هذا ويأخذون المال من هذا ويزعمون أنه غنائم، حتى تلوثت سمعة الجيش الحر. ولا يفعل هذا كل واحد من الجيش الحر، إنما أشخاص ربما كان بعضهم من المكفرين الذين يكفرون كل الناس ويعتبرون أنهم يأخذون ما يأخذون غنائم، وهذا غير صحيح. حكم الغنائم يرجع بها إلى حكم الله ورسوله، فمن يعلم حكم الله في ذلك وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كما أصدرنا الفتوى في ذلك فهذا هو الطريق الصحيح. إذن أصلحوا ذات بينكم، يعني لا يكون بيناتكم خلاف ولا يكون في نفوسكم شيء من الطمع، وأطيعوا الله ورسوله كما يأمر ويحكم بالغنائم، فما يكون من نصيبكم تأخذونه وما لم يكن من نصيبكم لا تأخذوه. وعلى كل أيها الإخوة، لا يوجد غنائم أبدا حتى ينتهي القتال، ثم قيادة المسلمين هي التي تصدر الأمر
في قسمة الغنائم، تقول هذا غنيمة وهذا غير غنيمة. أما أن يأتي المقاتل فيأخذ مال هذا يقول غنيمة، ويأخذ مال هذا يقول غنيمة، وهذا كافر أخذ ماله، وهذا هذا ليس من حكم الله ورسوله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأنت أيها المجاهد، أنت تعتبر نفسك مجاهدا في سبيل الله، تريد أن تدخل الجنة شهيدا إذا قتلت، فحذاري حذاري أن يكون هدفك الغنيمة، وأن تغرك أقوال بعض الجهلة فتظن أنهم يفتونك، ولا تطيع حكم الله وحكم رسوله. ولذلك قال الله تعالى إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن ينصاع لحكم الله. الآية التالية تبين بعد أن بينت الآية الأولى أن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أي العمل بطاعة الله ورسوله، فمن كان يطيع الله ورسوله فهو من المؤمنين. ثم الآية التالية تذكر صفات خاصة للمؤمنين. هذه الصفات هي أولا، الصفة الأولى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت أي خافت ورقت وخشعت قلوبهم إجلالا واستعظاما لله. أما الكفار إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، اذكر لهم الراقصة الفلانية، اذكر لهم الغناء الفلاني، اذكر لهم المال كذا، افتح قلبه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا كان واحد منهم لطيف يقول لك يا أخي سعى قلبك، سعى ربك، كل شوية تقول الله والله ما يريد أن يسمع. فالمؤمن عندما يذكر الله، هو الذي يذكر في قلبه ولسانه أو أحد يذكر الله أمامه، يخشع من الله ويستشعر عظمة الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الشيء الثاني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول ابن كثير رحمه الله هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية. ولذلك قال العلماء المعاصي بريد الكفر، إذا تتالت المعاصي على الإنسان يكون الران على قلبه فيسير مع الكفر وعلى الكفار والعياذ بالله تعالى، يظن نفسه من المؤمنين. أما المؤمن فإذا تليت عليه آيات الله وهي من العبادة ومن أحسن من أهم العبادات، إذا تليت عليه آيات القرآن زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة الثالثة، التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون. كيف يكون التوكل؟ هل كما يقول الجهال توكلنا على الله؟ قال لي أحدهم في سارق عندما يخرج في الليل لا يشرق الناس ينتظر حتى يناموا، يقول يا الله توكلت عليك، يا الله يسر. ماذا ييسر له؟ يسر له سرقة الناس والحرام. هل هذا مطيع لله؟ هل هذا متوكل على الله؟ لا. الذي يتوكل على الله يعلم أن كل شيء في الوجود يسيره الله. فإذا كان هدفي كذا إن شاء الله أوصلني إلى هدفي، وإن شاء لا يوصلني، فالأمور بيده. أنا مأمور باتخاذ الأسباب الذي يوصلني إلى هذا الهدف والأسباب التي أحلها الله، ثم أطلب من الله أن يوفقني بأن أصل إلى ما أريد. هذا هو التوكل على الله. تعريفه الاعتماد على الله والالتجاء إليه في تحقيق الغايات من غير تقصير في العمل. إذن الصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الرابعة والذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة المفروضة بخشوعها وركوعها وسجودها وشروطها. والخشوع أهم شيء في الصلاة، لأنه عندما يقرأ الفاتحة إياك نعبد يصمم أن العبودية لله، ولا يمكن بعد الصلاة أن يعبد غير الله. لا يكون عبد لفرعون، ولا يكون عبد للمادة، ولا يكون عبد للزوجة، ولا يكون عبد للدينار، ولا يكون عبد للدرهم. لا، هذا الذي يخشع في الصلاة يفهم ماذا يقول. الذين يقيمون الصلاة. الخامسة ومما رزقناهم ينفقون، يعلم أن ما رزقه الله هو من الله فينفق كما أمره الله. شوفوا عظمة الله، رزقنا أيها الإخوة ويقول لنا من مال الذي أعطيتك أعطي في المية كذا لفلان لأنه وجبت عليك الزكاة، أعطيه من مالي وأنا أعطيك الأجر، هكذا يقول الله لك. انظروا كرم الله. ولكن الجشع الذي أغلق قلبه يمنع الزكاة،
أسأل الله العافية. ومما رزقهم ينفقون، ينفقون حيث أمرهم الله تبارك وتعالى. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا. مو الذي يقول أنا مؤمن شققتم على قلبي وهو يسير مع الكفر والكفار، لا، هذا ليس بمؤمن. سلوكه يدل على أنه مؤمن أو غير مؤمن. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. فإذا كان يدعي الإيمان ثم كان عبدا لفرعون، ينفذ ما يريد فرعون ويصدق ما يقول فرعون ويكذب البشرية كلها، ثم يقول هل شققتم على قلبي أنا مؤمن، هذا إيمانك، روح قابل في ربك، شوف وين بدي حطك، سيجعلك حطبا في جهنم والعياذ بالله تعالى. الإيمان يصدقه العمل. من يطع الله ورسوله ويتحرر عن العبودية والطاعة لغيره، هذا هو المؤمن. أولئك هم المؤمنون حقا. وعدهم الله بوعود. الوعد الأول: لهم درجات عند ربهم في الجنة، منازل عالية ومغفرة، يستر يعفو الله عن ذنوبهم. والشيء الثالث: ورزق كريم أعده الله لهم في الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة، الله يجعلنا منهم: لهم فيها ما يشاءون، أن يجعل الله لهم من مشيئته، فإذا شاء شيئا حصل كما يريد، إذا اشتهى طيرا جاءه كما يريد، لهم فيها ما يشاءون. هذه السعادة الأبدية الخالدة في الجنة إن شاء الله. نرجو الله أن يجعلنا من أهلها عندما نعتصم بأمر الله ونتحرر عن العبودية لعباد الله. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.